بالنسبة لإكسرسايز 2.4 يقول لك determine the number of days from 12 أكتوبر to 15 ماي of the following year. طيب احسب الأيام عادي. ففي حاجة أنا قلتها هنا تقريبا عندكم هنا, هما لما يأخذوا الأيام يأخذوها, خلينا نوضح لكم إياها عشان الصورة معوجة. تمام, يأخذوا فبراير 28 يوم في الكتاب عندكم في المرجع, ياخذوا فبراير 28 يوم خلاص ثابته. حلوين. طيب لما ترجعوا هنا كده نعدها. يلا انا ايش قلت اول شيء؟ هو قال لك من وين لوين, من راحت الصوره فوق هنا, من اكتوبر, لاحظوا من اكتوبر الى مايو. لازم تكون حافظ الشهور. تمام, حتقول تكتب اكتوبر زي ما انا كتبت, بعدين بعد اكتوبر نوفمبر, بعدين ديسمبر, بعدين تبدا يناير فبراير مارس ابريل ماي, هو اخر شيء قال لك ماي. بعدين ايش تسوي؟ قول انا قلت دائما البدايه اول شهر تروح هو اكتوبر في الصوره هذه هنا كم, لاحظوا اكتوبر 31 يوم. دائما البداية أول شهر حيكون كيف؟ حيكون عندك دقيقة بس, أول شهر حيكون عندك تطرح الأيام, كل الأيام حق الشهر 31 ناقص المعطى لك, هذا البداية. والنهاية تأخذها زي ما هي, ترجعوا تشوفوا. أوه, دائما البداية عدد أيام أكتوبر 31 تطرح منها. تمام, اللي معطيك اياه كم 12. بعدين تروح للنهايه, هنا عندك مايو تاخذ زي ما هو قال لك اخر شيء 15, وما بينهم تاخذ زي ما هو 30 31 31, وتاخذ 28 خلاص متفقين على الشيء ده 31 30. البدايه خذ عاد ايام الشهر نقص منها البدايه اللي معطيك اياها, النهايه خذها زي ما هي, ما بيناتهم تاخذهم زي ما هم, بعدين تجمع جمع عادي. ده جمع خلاص جمعته هنا, شوفوا اهو شايفين يطلع 215 يوم.